معنا على الهاتف الخبير الأمني سيادة اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مرة أخرى ضربة قاسمة توجهها قواتنا الأمنية وقوات الداخلية لإفشال هذا المخطط العدائي البائس الجديد للجماعة الإرهابية. أهمية هذه الجاهزية المستمرة واليقظة للقوات الأمنية وأبناء الداخلية في يعني إفشال كل هذه المخططات أولا بأول والقضاء عليها وفضحها. ما في شك ان قمة النجاح بالنسبة لجهاز الامن انه يوجه ضربة استباقية لاي نشاط غير يعني مجرم او منحرف او له اهداف تخريبية. ما في شك انه وزارة الداخلية في الشهور الاخيرة حققت عدة نجاحات في هذا الاتجاه، بتوجه ضربات استباقية سواء للمجموعات او الافراد اللي بيسعوا لارتكاب اعمال ارهابيه، واخيرا اللي احنا سمعناه من اليوم من نجاح جهاز الامن في توجيه ضربه مؤثره جدا للنشاط في محاوله لاستغلال الوضع الاقتصادي في مصر وتوجيه ضربه ليه علشان ياخدوا اموال يقدروا يستخدموها في تنظيمات إرهابية وعمليات إرهابية أخرى. ما فيش شك إن ده يعني إفلاس من جماعة الإخوان. والغريب إنه واحد زي أيمن نور اللي بايع نفسه بأموال يعني شيء مكسف، واحد زي أيمن نور اللي كان له تاريخه وكان له وضعه يحط نفسه في هذه الأعمال المشينة ضد المصلحة الوطنية في مصر في هذه المرحلة. إن شاء الله بعد الفشل بتاع تركيا في نجاح الممثل بتاع أردوغان ده هتبقى ضربة مؤثرة جدا للإخوان في تركيا اللي فيها أكبر تجمع واللي بتتلقى أكبر دعم في هذه المرحلة. احنا بنهني وزارة الداخلية ومن قبلها بنهني القوات المسلحة على النجاحات العظيمة اللي عملوها في سيناء، بحيث النهاردة نقدر نقول انه تقريبا الوضع بقى مستقر تماما في سيناء وقضي على الغالبية العظمى من التنظيمات. نعم، هل من أي دلالة لأن هذه المرة يعني المخطط له علاقة بتوفير أموال مشبوهة لدعم يعني عمليات إرهاب أخرى؟ هل ذلك يدل على أن حتى الأموال بدأت تنفد استنزفوا؟ ما فيش شك من ده، لأنه ده يعني حسب المعلومات المبدئية ده أموال كبيرة، يعني مبالغ طائلة. يعني شوفي حضرتك المبالغ اللي تم ضبطها فمبالغ بالعمليات السابقة. ما فيش شك انه يعني كان في رصد بمبالغ ضخمة جدا في محاولة لاستغلالها في دعم تنظيمات ومجموعات إرهابية أخرى. كل ده بيؤدي إلى الاستقرار. ما فيش شك ان هم كانوا مهتمين قوي بانه يحبطوا النجاح الاقتصادي اللي مصر حققته. حضرتك شايفة كلنا ان الدولار تراجع بصورة ضخمة جدا، يعني فقد من قدرته اكتر من جنيه مصري لغاية دلوقتي. وان شاء الله الى الامام دائما في تحقيق كل ما نهدف اليه سواء في الوضع الاقتصادي او الامني. بإذن الله تعالى بشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني سيادة اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب.